تأتي هذه العملية ضمن مساعي مصالح أمن ولاية ورقلة إلى تجديد الخناق على مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا محاربة كافة أشكال الجريمة الحضرية، أين ركزت هذه المداهمات على الأماكن التي يتردد عليها معتدي الإجرام، وكذا الفضاءات التي تتخذ كملجأ لترويج كل ما هو ممنوع. أسفرت هذه العمليات على توقيف وتحويل عدد هام من المركبات بما فيها دون وثائق، بما فيها مركبات سياحية، سيارات وكذا دراجات نارية، توقيف عدد هام من الأشخاص كانوا محل بحث من طرف المصالح الأمنية، وكذا ضبط كمية هامة من المخدرات والمؤثرات العقلية.